وصلنا لآخر فقرة، فقرة جدا مميزة يعني ميسان. نحن نحن موجودين اليوم بحديقة تشرين وعم نتابع أيام وفعاليات مهرجان بتجمعنا، وضمن هالفعاليات فرح قدم نادي إبداعات الثقافي الفني السوري العديد من النشاطات بمشاركة مواهب عديدة ومختلفة. واليوم رح نتعرف أكثر عن النادي وأهدافه ومشاركاته بالمهرجان مع المغنية الشابة سوزانا شعار، وهي عضوة بالنادي. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. يسعد صباحك مرة ثانية. يعني اليوم عم نحكي عن نادي الشباب السوري اللي عم بيضم كتير مواهب، خبرينا أكثر عن انضمامك له وكيف كانت الانطلاقة. هلأ هي كانت صدفة بصراحة، أنا بغني وباخد دروس بصلح الوادي، نادي معهد صلح الوادي وهيك، فالأستاذ باسل رئيس النادي هو اللي يعني وصل صوتي لعنده بطريقة ما، وتواصلت معه وفت على موقع النادي وهيك، فحبيت الفكرة انه عم ياخد حتى من اعمار صغيرة، يعني عم ياخد وحتى كل المواهب، يعني غناء، رقص، تمثيل، ايماء، كل شيء له علاقة بالفنون، حتى رسم، شعر، يعني في عنا اعمار كتير صغيرة وفي عنا اعمار كتير كبيرة، فهي الفكرة بسوريا كتير كتير قليلة اجمالا، يعني بتحسي انه دايما العمر بيوقفك، ممكن انت توصلي لعمر الـ40 تقولي انه ما في مجال، بس هذا النادي ما بيوقفك، يعني فيك تنتسبي له باي عمر، ان كان عمرك 3 سنين وان كان عمرك يمكن 50 او 60. يعني كل الناس عم يحافظوا على روح الشباب يلي جواتهم عبر يمكن المواهب الموجوده عندهم. اليوم وقت انت انضميتي له لنادي الشباب السوري، كيف حسيتي الاجواء ضمنه، تفاعل الناس الموجوده ضمن النادي؟ هلا هن بتحسي عائله، يعني ما بتحسي انه انت فايته على شيء جديد عليك وما بتعرفي في حدا، لا بتحسي حالك فجاه اندمجتي صار الكل فريندلي وعلاقه كثير بتكون حلوه يعني، ودائما يعني حتى احيانا اللي بيكونوا اكبر شوي بيصيروا بياخذوا، يعني بيصيروا الصغار بيحسوا انه الكبار اساتذه، علما نحن مالنا اساتذه، يعني نحن اللي منتسبين كلنا، انا مثل الطفل اللي عمره 5 سنين. بس هن بتحسي انه انت لحالك مسؤوليتك بتصير، يعني في عندنا بنات مثلا انا بغني فباخذ يعني باخذ دروس بمعاهد موسيقى، ففي عندنا يعني صبايا هيك يعني عمر ال 16 17 ايوه، فبنتين كتير لذيذين وهيك، واحدة بتعزف عود وواحدة بتغني، فاللي بتغني دائما انه بتعتبرني انسه، انه علميني قليلي، يعني بصير تكامل، بتحسي ايوه انه انت ما عدتي بجو انه انت حدا غريب، لا انت نحن كلنا عائله واحده، اكيد هذا الحلو فيه. يعني شو رايك تسمعينا شيء نبدا فيه معك صباحنا او نختم فيه صباحنا معك؟ رح سمعكم طرب على الصبح، بنطربوا شوي. كل دا كان ليه لما شفت عينيك، كل دا كان ليه لما شفت عينيك، حن قلبي ليه وانشغلت عليه وانشغلت عليه، حن قلبي لي وانشغلت علي وانشغلت علي، كل ده كان ليه كان ليه ليه ليه. اليوم انتوا عم تشاركوا بمهرجان شام تجمعنا، كيف كانت اجواء المشاركه؟ شو قدمتي خلال مشاركتك بالمهرجان؟ نحن اخذين جناح وبنعمل هيك سهرات المساء، يعني غالبا بتعرفوا الناس ما رح تطلع بعز الشوب وفصل صيف يعني، فبنعمل سهرات المساء ومن يعني دائما اللي بيجوا فبيشوفوا ناس يعني عم تغني، فبصير عندهم دافع انه يغنوا، بصير نسال الناس انه مين عنده موهبه مين، مشان نحن كمان نضم اكبر عدد لنا، يعني عم يتم الانضمام عبر هي الطريقه، انه ناس ممكن عم تتشجع، في ناس عم تتفاعل ايه، وعم ناخذ اسماء، يعني عم ناخذ اسماء، وفي ناس عم تجي تراجع النادي كرمال التسجيل، يعني كثير فهي المشاركه كثير حلوه، ومو بس غناء، يعني احنا عندنا كمان ناس عارضه رسومات، في ناس عم تعمل مسرحيات صغيره لإلها، سكتشات يعني فينا نقول، فالناس عم تيجي عم توقف عم ينشدوا لهي يعني بتشوفي انه سبب وجودهم اليوم انه عم بيكون مباشر مع الجمهور، تماما شيء مباشر أيوة. مع الناس، ان كان غناء ان كان تمثيل ان كان اي موهبه كانت، فهني عم يتشجعوا يمكن بهي الطريقه اكثر، ما انه مثلا ممكن يسالوا اسئله انه وين نحن ممكن ننضم لنادي او
تماما، مو بس هيك، نعم يشوفوا قوة شخصية عند الناس اللي موجودة، يعني اللي عم تمثل اللي عم تغني، لأنه دائما الكاميرا أو التسجيل أو التصوير المسبق دائما بيكون أنت محضرتي له، بس هون كله في ارتجال. يعني إن كان تمثيل بيكون في كتير شيء ارتجال، وإن كان غناء وإن كان أي شيء عم يكون في ارتجال بالنسبة للفن، فهن كمان عم يصير عندهم دافع أو عم يشوفوا إنه الشخصية حتى بتقوى، يعني شخصية الإنسان كفرد تقوى بهاي الطريقة. يعني حتى نحن في عنا الأطفال الصغار اللي مشاركين معنا، كمان في كتير شغلات عم تتشجع فيها الصغار إنه تقدمها، لأنه في ارتجال بالموضوع. يعني هو دائما تفاعل مع الناس ووجود أكيد. الإنسان الفنان الموهوب المسرحي المغني أي فن موجود فيه، وقت بيكون في كونتاكت مباشر مع الناس دائما بيكون في تواصل روحاني طبعاً. أكتر يعني أكيد. كمان وبيقدر الشخص يعرف ردة فعل الناس، بيشوف تماماً. الإعجاب بيشوف إذا هو عمل شيء صح أو شيء غلط. اليوم في برنامج معين عم تمشوا عليه ضمن المهرجان بفعالياتكم انتو كجناحكم؟ اجمالا يعني نحن هاي خطتنا انه نحن نعمل كل شيء مباشر تجاه الناس، وناخد طبعا مو اي حدا بيجي بيقلنا نحن بدنا في تيستات، في بس بيبين معك الشخص، يعني نحن انه موجودين بناخد اسماء بنعطيهم عنوان المكان اللي احنا بنتواجد فيه، بعد ما نخلص اوقاتنا بالمهرجان بيجوا بيطلوا، بيصير في تيستات، بيصير في انه مين الموهوب، مين اللي بيقدر ينتسب، ممكن حدا جاي بيفكر حاله بيغني تحسي انه هو تمثيل. هذا اللي نحن بنحاول انه نبحث عنه، أيوة حسب شو انه نحن الشخص وين موهبته. لانه ما في انسان ما عنده فن، ما في انسان ما في جواته شيء فني، بس لازم يسقل يمكن تماما، بس نحن بدنا ندور على الثغره الموجوده انه نحن وين الميول الفنيه، بشو عنده ميول فنيه، نحن هون بنلاقيها. اكيد سوزانا حابين نسمع منك شيء كمان. ايه اوكي فاستيلي طرب. بكرة شي نهار بحكي لك هالخبري عن يلي صار، عن هالحلم بعيني، قصة مشوار وحدا بيعز علي. بكرة شي نهار بحكي لك هالخبري. احنا كنا حابين نكملها لانه نحبها للغنية، كثير حلوة بحبها للغنية، الغنية كثير حلوة جوليا بتقص يعني شو. اكيد يسلم هالصوت سوزانا مرة ثانية، اختيارك للاغاني كمان كثير حلو، بنتمنى دائما يكون في مواهب شابة تقدر تفرض موهبتها وتسقلوها ان كان عبر المهتمين والمسؤولين لحتى تكون دائما شيء كثير مهم. شكرا لك. ان شاء الله حبيبة قلبي. شكرا لك، بشكركم على اللقاء الحلو وعلى الصباح الحلو وعلى الوجوه الحلوه. شكرا حبيبه قلبي، بنتمنى انه كل العالم ينضموا لكم خلال ايام المهرجان، بنقول انكم انتم موجودين بقرية الشباب السوري اللي هن الشام، تجمعنا مقسم الى قرى صغيره، نتمنى لكم كل التوفيق.